مرحبا بي ماي جيست، بتطل عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفتنا من ايزي لوز باتريسيا صادر، تنحكي اكثر عن هالابلكيشن يلي ضروري كل حدا منا يكون عنده اياها للاستشارات القانونيه، لتبسيط القوانين خاصه يلي بنحسها معقده شوي او اشياء ما بنفهمها كناس عاديين عبالنا نعمل بحث عن اي موضوع كان. اليوم ايزي لوز بتهيلنا هالمواضيع، بتفسر لنا وبتبسط لنا قوانين لبنان بطريقه حلوه سهله وقادرين منا نستفيد. واليوم رح نحكي عن وضع كورونا، وضع البلد المعيشي، كمان رح نحكي عن ايزي لوز كيف ضاينت وبعدها مضاينه بهالاجواء. اهلا وسهلا فيك باتريسيا. بونجور، استقنا لك. نحن بالاكثر يعني عم تمرق الايام ركض. صحيح. بس بعدهم الناس وحالتنا عم ترجع لورا. صح. بس ايزي لوز اليوم يعني عم بتبسط لكتار من الناس، عم ينصرفوا من العمل، عم بيتركوا شغلهم، ما عم يطلع لهم تعويض، ومواضيع تانية وتانية واخرى كمان مهمة مثل الاجارات، ناس ما عم تقدر تدفع. صح. يعني الكل عم يلجأ لايزي لوز لشو شو فيه يعمل. مزبوط. خبرينا. ايه في كتير اخبار لقلك هيك بمختصر مفيد. ايزي لوز مش بس بتفسر القوانين، ايزي لوز بتضوي على كل المواضيع اللي بتكون هلأ تحت الأضواء. أوكي. يعني مثلا مؤخرا قانون أيسر، الناس ما بعتقد إذا قريت 12-13 صفحة لح تقدر تستوعبهم، كل الناس يستوعبوهم بالطريقة البسيطة. عملنا هالإكزرسيس عنهم، قرينا القانون، فسرناه، نزلناه ببوست بينقرأ ب30 ثانية، تقدر تفهمي فحوى الموضوع كله. بمطرح تاني كمان في اشياء منا قانونيه بس كمان الناس لازم تفهمها، يعني تتعرف، لانه كل ما بتعرفي اكثر كل ما قرارك بيكون افضل. صح. كل ما يمكن بتطمني انه سفا انا بعرف يعني الامر مش خطر هالقد، او لا الامر خطر هالقد ولازم اتحرك. موضوع تاني مثلا، من فتره كان عندنا استحقاقات لليوروبوند لسندات الخزينه، اجينا كثير اسئله طب شو يعني يوروبوند، كمان عملنا فيديو تريلر وفسرنا فيه للناس كمان بطريقه بسيطه شو بيعني هالمصطلح وشو تبعيته اذا اندفع او ما اندفع. كمان كله هاي داتا نزيد من ثقافه مجتمعنا، لانه بس بهيدي الطريقه بنقدر نغير. يعني انا ما بقدر، او بالاحرى ما بقى نقبل انه نتعامل مثل غنم، بعتذر على الترم، وروحوا وتعوا وهيك لازم وهيك مش لازم. انا كمان كفرد بهذا المجتمع عندي رايي ورايي بيقدر يغير. صح. حد المعلومات القانونيه اللي بنعطيها والتفسيرات عم نفوت بمواضيع شوي جانبيه. بذكر هلا اخر موضوع امبارح نزل هو اقاله حاكم المصرف، شو بيقول القانون بهالموضوع. حكينا عن شتم رئيس الجمهوريه، حكينا عن يعني عن كل المواضيع يلي اليوم على النار. على النار. على النار 100%. حلو، على طول ايزي لوز سباقه بكل شيء عبالنا نعرفه وبدنا نعرف عنه تفاصيل، او يمكن مثل ما قلت مثلا هلا يلي كثير اخذ ضجه هو التعرض لرئيس الجمهوريه، او قانون ايسر كمان. يعني وقت عم نبسط هالاشياء للناس عم نحس حالنا انه نحن انفولفد اكثر بالاشياء اللي لازم نعرفها. اذا بدنا نحكي عن قانون ايسر، فيك تعطينا تفاصيل اكثر ب 30 ثانيه؟ ايه اكيد. قانون ايسر هو انعمل تيمنا بصحافه عسكري كان تابع، يعني كان بسوريا، هرب من سوريا وهرب معه 55,000 صوره. عمل الصور بخبروا عن انتهاكات النظام، بخبروا عن ظلم، بخبروا عن تعذيب بقلب الكامبس يلي كانوا بقلب سوريا وبقلب السجون. المعرض أثار حفيظة العالم كله. صح. من وقتها بلشت الدولة الأمريكية أكيد بغض النظر عن الأهداف السياسية الثانية تفكر بطريقة تلجم نظام الأسد. بشهر كانون الثاني 2019 مضيوا، هو منه قانون، هو أكت، هو مثل يعني إذا بدك عنده مفعول القانون، مضيوا بالكونغرس قانون أيسر. قانون أيسر تنفذ مبارح أول يوم. مزبوط، 17 الشهر كان أول يوم. هلأ كان عندها سنة ونص تقريبا الدولة السورية تتحضر لهالنظام. أبرز أهدافه هو منع المساعدة العسكرية التقنية
يعني وكل ما يتعلق بتقوية النظام. يعني حتى الناس اللي بدها توصل فيول للنظام أو الناس يلي بدها تبني معامل كهرباء أو الناس اللي بدها تحدث قطاع التكنولوجيا، كل هدول رح يطالن يعني اذا بدك القانون رح يطالن القانون. القانون يعني بتتجمد اصولهم الماليه برات بلدهم، بيصير في منع سفر عليهم، بينحطوا على اللائحه السوداء. صوف كتير بلدان غير امريكا رح تبطل، لانه بس يتبنوا هاللوائح بعض الدول مثلا الاوروبيه كمان ببطلوا يخلوهم يفوتوا لعندهم. سو مصيبة كبيرة. ايه اكيد نحن بنعرف العلاقة بين لبنان وسوريا، بنعرف قصة المعابر منا شيء جديد. فلح يطالنا القانون في شغلة ما نذكرنا بالقانون، يعني ب 12 صفحة ما نذكر لبنان، ما نذكر حزب الله، نذكر النظام الإيراني والنظام الروسي، ومنعون من انه يطلعوا بالطيران يعني لحماية بعض المناطق. اوكي بس لبنان ما نذكر. هلا حكما نحن عرفنا انه السفيره الامريكيه وصلت خبر لوزير الداخليه، بس بالقانون نحن ما نذكرنا. هلا ما نحركش كثير، يعني ما كثير اذا بدك نقول طالنا وما طالنا. انا برايي شوي نترك هلا لو بروفايل بالنسبه لهالقانون، بس اكيد نتحضر له. وخلينا نقول انه هال 55 الف صوره يمكن يكون في منهم كتار من شبابنا المعتقلين السجون السوريه يلي لا وزير الداخليه ولا حدا تاني عم يسال عنهم للاسف. وخيره شبابنا هونيك بطرس خواند، المصور سمير كساب، وكتار غيرهم موجودين مش معروفين وين هن، احياء او اموات. بس بنعرف انه هالطريقة الوحشية اللي استعملها النظام السوري خلال كل هالسنين وبعده لليوم بشعبه عم بيفتك، وبهالقنابل اللي كان عم بزتها على أولاده كان عم بيضر كتير بصورة الإنسان. لأنه اليوم منعرف بالحروب ما في صورة إنسانية، بس كمان منعرف أنه صرنا بال 2020 واليوم لازم الدول تعرف كيف تتعامل مع أفرادها، إذا ما بدي أقول من قبل مع الناس اللي اعتقلتهم واللي أحن بالسجون السورية، على أمل أنه نعرف شيء عن هالشباب المختطفين هونيك وما نكون من هالألاف الصور يكون في صور لشبابنا. باتريسيا، بعرف أنه اليوم الناس عم تغلي بالشارع. صحيح. الناس عم تجوع، الناس عم تفل من شغلها، الناس عم تقبض نص معاش، الدولار 5000 6000، عم يشتح أوقات للسبعة ببعض المناطق المحظورة نفوت عليها يلي ما بتدفع كهرباء وعيشة لوحدة بدويلة لقلها، وما من يحرك ساكن، ما عم نحس حدا عم يطلع بهالشعب ويقول له خي أنا المسؤول عنك، أنا انتخبتني راح أشوف شو بدي أعمل. اليوم كإيزي لوز هالقد أنتوا ضالعين بالقوانين قانون لبنان وما حاولوا، إذا بدي أقول كيف قارين الصورة؟ كيف عم تشوفوا؟ وين رايحين؟ وين واصلين؟ قدي عم يوصلكم شكاوى من الناس انه شو بدنا نعمل؟ ما عم نقدر نقسط سيارة، ما عم نقدر نقسط بيت. الشكاوى كتار، مشان هيك ارتفع عدد الأشخاص يلي بيتواصلوا معنا. نحن بتعرف في مطرح بالأبليكيشن تقدري تبعتي فويس أو يعني سهلنا قد ما بنقدر، إنه في كتير أشخاص ما بيحبوا يكتبوا تما يدقوا على التليفون بيقدروا يبعتوا لنا فويس ويخبرونا شوي شو المشكل. هلأ حتى الناس تخطوا هيدا الفيتشر، صاروا عم يحكونا على فيسبوك العادة، على ماسنجر، على الرقم العادي، وعم يحكونا حتى على إنستغرام. يعني صراحة أنا بستغرب كتير ناس من بكتير مشاكل عم يتواصلوا معنا. نحن هذا الأسبوع قفزنا 1000 شخص، يعني صرنا هلأ بالنهاية رنا كل واحد بيساعد قد ما بيقدر. يعني أنا مني دولة وأنا مني أكبر مكتب محاماة بالشرق الأوسط، بس أنا بقدر ساعد على قد ما بقدر. يعني أهم شيء أنه أكون حاطة مسخرة قدراتي لأقدر ساعد مجتمعي، وبالأخص أنه نحن أبليكيشن إيزي لوز بعدها ببلاش، وكل المساعدة اللي عم نقدمها بعدها ببلاش. ومثل ما بتعرف أنت أنه التمويل هو شخصي، هلأ إن شاء الله نقدر نكمل على قد ما نقدر، بس نحن عطول موجودين. الشكاوى اللي اجتنا كانت من عدة مطارح، اجينا كتير عن أسري وأشخاص أول مرة بيحكوا عن هالموضوع. يعني نحن بنعرف أنه المرأة المعنفة ممكن تكون بلشت
من وقت ما هي ببيت أهلها لبعدين جوزها لبعدين وكملت ويمكن بعدين أولادها يضربوها. وبالعادة الحالات يلي بتورد 90% منها من الاتصالات اللي بتجي على المراكز بتكون حالات قديمة. يعني أوكي نعرف لحالتها تعرضت من جديد. لقينا نسبة كتير مرتفعة بالحالات العنف الأسري الجديدة، وأكيد هالشي سببه مثل ما قلت الضائقة المالية وأكيد قعدة البيت والزربة يلي انزربناها. فكان عنا كتير عنف أسري يعني عن جد بشكل مخيف مخيف. اضطرينا نحن نبلغ عن هالأشخاص لأنه ما قدروا هني يبلغوا، اضطرينا نوصلهم بقضاة روحيين لأنه ما عم يعني ما عم بيقدروا يوصلوا للشخص المناسب بالمطرح المناسب. سو عملنا افار كتير كبير واخذ منا اسابيع ديورينج يعني بوقت الكوفيد 19 اسابيع ما اشتغلنا الا عنف اسري. هلا بهذا الوقت كان الموضوع الثاني اللي كتير عم يتداول ترك العمل. يعني اجينا اسئله مثل انا اذا كنت بفرصه بحق لهم يصرفوني، انا اذا كنت ب يعني مولده وعندي هلا فرصه امومه بحق لهم يصرفوني، بحق لهم يوطوا لي معاشي ويتركوا لي دوامي كله. يعني كل هدول الاسئله اجونا. هلا نحن شو بنعمل؟ انا ما بقدر اخذ القضيه وروح فيها على المحكمه، بس انا بقدر اعطي استشاره، يعني بقول لهم القانون بيقول هيك بحالتكم. ساعتها الشخص بيقرر انه هل يا ترى انا بتحرز ارفع دعوه او لا، بتحرز كمل بالموضوع او لا. هون يعني بنكون ساعدنا اتليست وصلت الصوت باتريسيا. حتى نشرت الاخبار على عده تلفزيونات، كان تكون مطلعه قديش زايد العنف الاسري، قديش جمعيات يلي بتوقف حد المراه او الرجل حتى ما يتعرضوا للعنف، لانه كمان بنعرف انه المراه كمان بتعنف. قديش علوا الصوت وقالوا انه في عنا مشكله بمجتمعنا، يا اما هالكابل ما قاعدين مع بعضهم مزبوط قبل ما يتزوجوا، يا اما هلا كورونا قعدتنا بالبيت عم بيصيروا دب وعصري كل النهار، يا اما اصلا في مشاكل وبجت. واليوم الرجال وقت يكون ما عم بيطلع بقى مصاري او ما عم بيقدر يجيب مصاري على البيت يطعمي اولاده، ما بدي اقول شيء ثاني، بزيد اكيد الاحتقان عند اثنين والمسؤوليه على راسه والنق والاولاد والقعده بالبيت كله بيزيد على بعضه. بس هيدا ما بيبرر انه يضرب اكيد، بس كله زاد. يعني بنحس نسبه العنف زادت اكثر حتى صحيح. تجاه الاولاد صحيح. جمعيه ابعاد وجمعيه كفا نزلوا ارقام وكانوا على طول عم بيعطوا ابديتس. ونحن نزلنا كمان ما بعرف اذا انتبهتك، عملنا حمله صغيره على السوشيال ميديا بنخبر فيها انه مش بس انت فيك تبلغي، الشخص يلي بيعرف انك عم تتعنفي بيقدر يبلغ عنك، وهذا كمان واجب. يعني اذا مره راحت عند طبيب وعرف انه في عنف لازم يبلغ، ومن واجباته يبلغ لأنه مسؤوليته بتكون أكبر لأنه هو طبيب. فعملنا كلنا حملات، يعني كل الأشخاص أو المؤسسات المعنية بهالموضوع عملت حملات توعية. هلأ للأسف إذا بنجي بننزل على الأرض بنلاقي أنه كتير يلي عم بيصير، يعني العالم كله كان مشغول بفيروس، نحن مشغولين بفيروسات، بفيروس المرض، فيروس السياسة، فيروس الاقتصاد. يعني مثل انفتحت النار علينا من وين ما كان. هلأ لازم أنا بعتقد هلأ الخطوة الجديدة لكل المؤسسات يلي مثلنا هي أنه مش بس تركز على شو اللي صار، على العنف اللي صار، تركز على طريقة تفادي العنف. يعني يمكن بالوعي، يمكن بنشر أمور تهدئة، ما بعرف، يعني بدها دراسه شوي معمقه اكثر تنتفادى يلي عم بيصير. صحيح. ايزي لوز ولا مره وقفت بكورونا، حتى وقتها كنا كلنا ببيوتنا وما حدا كان عم يتحرك، ايزي لوز كانوا من بيوتهم عم بيشتغلوا وعم بيتابعوا. فتحيه لايدي ولكل فريق العمل ولاليك باتي اللي عن جد بتدلكم يعني قد بكل الظروف، وللصبايا والشباب يلي بيشتغلوا ليل نهار تجاوبوا على اسئلتكم. خبرينا شوي كيف كفيتوا وكيف قادرين تكفوا بزيت عدد الموظفين، وانا بعرف انه كل الناس عم تشحل اليوم. صحيح. موظفين صحيح. لقلك منا هينة، يعني هو قرار انت بتاخديه، وبأوقات الشدة القرار بيتاخد على صعيدين، قرار شخصي وقرار على مستوى المؤسسة. القرار الشخصي هو انه نكمل، القرار الشخصي هو انه نتحدى،
نضل محافظين على الروتين تبعنا. يعني أنا كل يوم لازم أقوم غير تيابي، ما دلني بالبيجاما وأنا لو كنت بالبيت، غير تيابي، غسل وجهي، أعمل الهايجين تبعي مثل ما كقلي بالعادة، أشرب قهوتي، أخذ هالعشر دقايق أو ربع ساعة تخطط لنهاري. بتقولي لي نحن قاعدين بالبيت، إيه أكيد، بس فينا نعمل كتير. يعني ما بقي حدا ما اقترح علينا ويبينار أو اجتماعات ثرو الإنترنت لا يحكوا عن عدة مواضيع. هيدول كتير مهمين، لأنه وقت تكوني موجودة مع مجموعة، إذا كنت لايف أو كنت على الإنترنت، بتحسي حالك ما بقى محبوسة، يعني بتحسي حالك تعطيتي مع العالم الخارجي. فأول شيء بدها تبلش بطريقة شخصية. نحنا شخصياً حاطين يعني هدفنا واضح، هدفنا نوصل، هدفنا نضل مكملين. هلأ طبيعي نتعرض لضغوطات، طبيعي نتعرض لمشاكل حتى بالأيام العادية بدون ولا أي فيروس وبدون ولا أي مشاكل سياسية. عندك تحديات كل يوم منقطعها، هلأ مسقبة التحديات شوي أكبر. بس قبل في تحديات، اليوم فيه وبكرة لح يدل فيه. فإذا قراري كمل هو لح كمل. هيدا على المستوى الشخصي. وهيدي المعلومات أو إذا بدك الحديث كنا عم نحكي فيه مع التيم على طول وقت نكون عم نحكي مع بعضنا. سو أنا بشجعك وأنت بتشجعيني وفيز فيرسا، يعني هيدا ساعدنا. على مطرح تاني، إيزي لوز ما كانت بس أنه أنا عم بشتغل بشركة. يعني الفريق يلي عندي صراحة أنا ما بقدر كفيه، لأنه بالأيام العادة قبل ما يصير هيدا اللوكداون، بالأيام العادة نهار الأحد يشتغلوا أكتر من أيام الجمعة. لدرجة يعني عن جد شي بيأثر. في أشخاص بالأكيب إجوا لعنا حكيونا أنا وآدي وقالوا لنا نحن مستعدين نشتغل ببلاش، يعني بس بليز ما تسكروا وما توقفوا. لأنه هيدا رسالة، لأنه رسالة، مش أنه واحد عم بيعمل شغل نورا مكتب بس. هلا اكيد نحن كنا مخططين بشهر 9 و10 قبل ما صارت الثوره انه نطلق بعض الاوبشنات بايزي لوز تصير مدفوعه نقدر نكمل. صح. بس صار اللي صار، لا بقى فينا نقبض مصاري على الكريدت كارد وخربت الدنيا. بس لحد هلا مكملين وباللي بيقبقوا رح نكمل، رح نكمل اكيد. حلو. اكيد اليوم انا وجاي الصبح كنت عم بسمع سيده فيروز مثل العاده، كثير بحب في غنيه بتقول فيها انه لبنان الكرامي ولبنان البساطه جاي، وانه قديش هالاغاني عن جد بتاثر فينا باتي، وانه رح نرجع نتلاقى ورح نرجع نكون ايد وحده. كثير هالاغاني حلوين خاصه بهالفتره انه واحد يسمعهم تضل عنده هالتكمش بلبنان، يضل مكبش بتراب لبنان. ومش عم نحكي شعر، عم نحكي اليوم الناس يلي عن جد بتحب هالبلد حتى بالظروف الصعبة يلي وصلت لنا وبعدنا بأولها. بعد في ناس عم ناطرة يفتح المطار تتفل، وفي ناس لو شرعوا بواب المطار مش رح تفل. أنا منهم وبعتقد باتريسيا منهم. خليكن هون، استثمروا هون، صمدوا وقاوموا، جدودنا قاوموا أكتر منا وقاوموا احتلالات وأهالينا ومجاعة. والله بيعرفوا ان واصلين. اهالينا يمكن قاوموا بالحرب، اليوم نحن مطلوب منا نقاوم بالسلم، بس كمان نضل مآمنين انه هالبلد لقلنا ورح نبقى فيه لو شو ما صارت الظروف صعبة. رجعوا على ضياعكم، رجعوا على منطقتكم. مين قادر ينكش ويزرع ويفلح وياكل بيكون كتير منيح، عمل اكتفاء ذاتي. ولا ولا خلونا نحس ببعضنا اكتر، خاصة مع غلى الاسعار يلي كمان بعتقد هيدي لوحدها عم يجيكم شكاوى عليها. قدي الاسعار عم تفرق بين محل ومحل، وقدي هالبرودكت اللبناني. وهون بدي اقول انه كتير في مطاعم وفي مصالح وفي شركات وفي مؤسسات عم تاخد بعين الاعتبار انه الوضع راجع لورا، عم بحافظوا على أسعارهم، بس كمان في ناس عم تسلخ وعم تجلد المواطنين بأسعارها اللي عن جد مش مقبولة. وزارة الاقتصاد ما بعرف ليش ما عم تتحرك جدياً بفرض، مش بس نعمل محضر ضبط أو نعمل محضر مخالفة، تسكير. اليوم التسكير هو يلي بيربي، لأنه كتار من السوبر ماركت عندهم ستوكات. صح. وكل يوم والتاني بيرجعوا بيغيروا الأسعار. وهاللبناني المعتر صارت أكلة الرز ولبن بتكلفوا بلوي. صحيح 100% 100%. قد عم يجيكم كمان شكاوى بهالموضوع؟ ليكي تناولنا الموضوع من أكتر من وجه ومن أكتر من مطرح، بس إنه قد ما تحكي على الموضوع إذا ما في قوة على الأرض عم بتنفذ هالقرارات، بتلاقي إنه ببعض صراحة بيجي كتير كومنتس لعنا إنه بلد بلا قانون وحاش تحكوني بالقانون، وناس يقساني لدرجة بتصير يعني
تستعمل كلام دون المستوى تتعبر، بس انه نحن بنفهم لانه كمان نحن عايشين يعني بين الناس وعم نتلقى الضربات مثلنا مثل غيرنا، بس الوضع بده صبر كتير وبده صلاة كتير، وكل واحد بيصلي لربه، كل واحد بيصلي على طريقته، بس ما في شك انه لازمنا صلاة كتير ولازمنا صبر كتير، لانه بهيك يعني ما بيقولوا عن تغيير الحكم او بالحرب احفظ راسك، هيدا كان البابا يدلي اللي اياها انه عن تغيير الحكم بيه احفظ رأسك، يعني مش بس تغيير حكم، نحن بتغييرات جذرية بحياتنا كلها، يعني حتى رجال الدين بيقولوا لك ما بعد هالفيروس مش مثل ما قبله، لأنه في كتير اشياء رح تتغير على مستوى حتى الروحي. فبعتقد الصبر هو والصلاة هلأ أهم شيء لازم نتكمش فيهم، يعني تنقدر إيماننا إيماننا أنه بكرة أحسن. مزبوط. مرأة كتير أكيد. يمكن يمرق كتير، بس منرجع منقول باللي بيبقوا رح منكمل. صحيح. رح يبقى لبنان، ما رح يزول حتى مصبوط. لو زالوا كل الأحزاب، حتى لو زالت كل الشعارات يلي اليوم بيعلوها الناس، حتى لو يعني لو صار مجاعة، لو شو ما صار، لبنان رح يبقى، بس رح يبقى بالناس يلي عن جد مسلمين مسلمين هالبلد لقلب مريم، لأنه هو مكرس لقلبها. صحيح. وخاصة بشهر قلب يسوع، خلونا نكثف صلواتنا بهالوضع يلي عم نعيشه، مع أنه أوقات منشوف ناس كأنهم عايشين بغير لبنان، يعني كأنهم هن الدولار 1005، كأنهم مكفيين حياتهم عادي، عم بيروحوا على المولات عادي، عم بيروحوا يسهروا على عم بيروحوا على المسابح عادي، لا خيفانين من فيروس، لا خيفانين من غلا ليرة، لا خيفانين من الوضع يلي واصلين له. وهون كمان بعتقد كان دوركم كبير على تضواية قصة الدولار والصرف. أكيد، بس بدي أقول لك شغلة رنا، هيدا واحدة من الاستراتيجيات يلي بيخدها الشخص تتجاهل المشكل، أكيد ما بيحله بس بيخليك تكملي. في بعض الأشخاص بيقولوا لك إيه ما في شيء وأنا بدي أعيش حياتي، لا أكيد بيكونوا عم بيخاطروا بمطرح معين. أنا صراحة بقول نيال العيش باللالا لاند، يعني نيال يلي على المريخ. نيال يلي عايش على المريخ، وياريت أنا بقدر أعمل هيك. أكيد مش الكل بيقدر يمشي بهالخطوات هيدول. بعدنا عم نحكي إنه حتى أولادنا بعدهم خايفين، إنه لا ما بدنا نروح مول، ما بدنا نروح، ما بدنا نعمل، خايفين من الفيروس، بوقت نحنا مخاوفنا كتير أكبر. صح. كأهل، بس إيه في ناس بتكون بطبعة هي بتخاف وبتكون حذرة، وبطبعة لا يعني صراحة وفي ناس ميالون. وفي ناس تنكر إنه لا عادي. كمان مزبوط. باتريسيا، الدولار اليوم عم يشطح طلوع نزول، يعني 5,000 6,000 7,000 بالدويلة شيء، بالدولة شيء. خبرينا شوي اليوم شو بيقول القانون، في هالقد يقدر يتلاعب الصيرفة بسعر الصرف؟ ليكي خلينا نقول شغلة، أول شيء نحن كلنا بنعرف اقتصادنا منه اقتصاد منتج، يعني أنا ما عندي صناعات كبيرة، ما عندي بترول، ما عندي نفط. هلا ما بدي اقول يعني ما ان شاء الله بعد 50 سنة ما بعرف اذا بكون مكدسه ساعتها. بس انه انا ما عندي يعني ما عندي شيء بصدره، ما عندي خام، ما عندي ما بعرف فحم حجري، ما عندي. هلا ادمغه عنا ادمغه بل عنا ادمغه وبس عم نراهن عم نصدرهم للاسف. المشكل انه وقت اللي تثبت سعر صرف الدولار على الليره اللبنانيه، ما بدي اقول كان خطا، هلا سياسيا يمكن كان صح، بس انا عم بحكي من وجهه نظر اقتصاديه. بالعاده الدول الغير منتجه ما بتقدر تثبت سعر صرف الدولار على الليره تبعها او على العمله تبعها. الدول العربيه بيقدروا يعملوا هيك لانه في شيء داعم هالموضوع. هالشيء كلف مصرف لبنان كثير، وصلنا اليوم لمطرح بدي افلت هالسعر وما بدي افلته، يعني بدي خايفه افلته وبمطرح ثاني مجبور انه ينفلت لانه ما بقى عم بقدر اضبطه. لكن في بعض الصرافين بمبالغ عاليه عم بيقدروا يتحكموا شوي بسعر الصرف، بس هو شح الدولار اللي عم يتحكم، ما انه بالنهايه انت اللي من انا هالقلم ما في غيره، هالقلم بكل هالطابق بنتقتل عليه. واذا حدا بتقولي اوكي انت رح تبيعيه، بيجي بقول لك انا بشتريه ب1000، شخص ثاني بيقول لك انا بشتريه ب5 لانه حسب الحاجه له، وبصير يطلع السعر. يعني في عرض وطلب كمان ما بنقدر نتجاهله، انه اليوم اوكي ما في دولار، انا اذا بدي اشتري تياب لمحلي، اذا بدي اشتري بضاعه لشركتي ما بقدر اعمل هيك، اذا بدي اشتري ادويه ما بقدر، اذا بدي اشتري معدات طبيه ما بقدر. وين الدولار؟
ليكي مش كله صراحة، في حكي بتعرفي يمكن أنا شوي بفهم اقتصاد يعني أكيد. بحكم اختصاصي، بس مش كله راح على سوريا to be very honest. في مبلغ كبير تهرب لبرات البلد وعرفنا فيه، وصراحة أنا حكيت مع ناس بسفرات معينة وقلت لهم أنه وعطيتهم مثل إخبار أنه يا جماعة ما بقى تزدتوا جزافاً تهم أنه إيه بالأول الحديث كان إيه الحق على الشعب اللبناني. يا رانا أنا وياك سحبنا هالخمسة والعشر تلاف دولار ضبيتهم ببيتي لربما صار شيء، أنا وإنت ما عملنا أزمة الدولار صح. الأزمة هي طلعت بالمليارات ومئات الملايين، وإذا بخبرك يعني بصدفة غريبة راحت. إيه؟ بصدفة غريبة ما فيك تتصوريها، أنا راجع على طيارة من الإمارات وبنتي معي بشهر تشرين الثاني، بتعرف على شخص مش لبناني، بعد ساعتين قاعد حدي، بعد ساعتين بيبرم بيحكينا بالإنجليزي بيسلم علي، بعرف شو بيشتغل، بيشتغل بشيء له عليه قبل مصارف. حلو. قلت له بس أنت هلأ شو جاي تعمل البلد يعني قايم قاعد شو جاي تعمل؟ قال في عنا مشكل. قلت له ايه بس ما بتقدر شركة مثلكم يكون عندها مشكل مع مصرف، لأنه نحن المصارف بلبنان نحن رواد بالدول العربية صح. كلها يعني نحن تتعامل معنا مظبوط، الدول العربية كلها بتعطيك ثقتها. قال لي ايه بس انتو crazy people، انتو شعب مجنون. قلت له ليه؟ قال لي عدد الحوالات اللي عم تظهر من الحسابات على ذات الاسم وعلى ذات المكان مهولة، لمن بيظهر ألف حوالي لذات الشخص بذات المبلغ رايحة على ذات المحل بوكل السيستم. إماجن بي يعني بصدفة غريبة هيدا بنص دين الثورة، وصار كتير وكتير هيك. انتبهي مش عم بنفي انه التهريب غير الشرعي مخلص البلد، اكيد كله له يد، بس انه بدنا نعترف انه كله له يد. يعني بدي احكي اللي إلي واللي علي، وللأسف وصلنا لهون. ما بدي خوفك بس أنا عنا سنتين صعبين، يعني أنا مش بس خايفة على الدولار، الدولار ما بقى معنا وخلص يعني، ويلي بالبنك راحوا، أنا خايفة على الليرة اللبناني، أنه أنا روح على المصرف بدي ليرة وما يعطوني. أنا هيدا الخايفة عليه. برأيك يعني معقول نوصل لهون؟ إن شاء الله لا، بس منحكي بعد كم شهر منشوف إذا يعني إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. بدنا خطة إنقاذية مش made in Lebanon للأسف هالمرة. made in Lebanon ما لح يمشي الحال، بدنا خطة تجي من برا. ما بعرف بركة شي حكم ديكتاتوري شو قولي برأيي يجي يشيل كل الموجود ويبلش من أول. بعتقد اليوم الناس اللي اتمنوا على أصوات الأشخاص اللي انتخبوكم من سنتين، انتم مؤتمنين تمثلون تكونوا محلهم، تحطوا حالكم محلهم، تعرفوا انه هودي الناس اتمنوكم على صوتهم لانه معتبرين انه انتم بتمثلون بخيارات، بقوانين، بقرارات بتاخدوها مجلس نيابة، بمجلس الوزراء، مش بتتهربوا يمين وشمال وبتلغوا جلسة وبتعملوا جلسة حسب شو بتكون تمرقوا، وبتعرضوا حزب وبتراضوا حزب حسب لوين بتكون توصلوا. للأسف في ناس كتير باتريسيا بس توصل لمبتغيها تنسى الكونترا انت وياها. يعني انا بجي بقول لك بدي اتوظف معك باتي وبكره ببلش معك وهودي شروطي وانت بتقولي هاو شروطي، بمضي هالكونترا بروح على الشركه بالاول، بروح على الشركه وبنسى شو حكي انا وياك. للاسف اليوم وصلنا لهون، ما بقى فينا نقول الحق عفلين وحق عالتين، بس لعل اكيد جايينا ايام صعبه مثل ما عم تقولي، ولعل اكيد لازم نقوي ايماننا قد ما فينا ونتكل على ربنا لانه ما رح يتركنا، هو الوحيد يلي شو ما صار ما بيتبدل، بقى اتكلنا عليه بالايام اللي جايه ان شاء الله تكون احسن يا رب. عطول نحن شعب متفائل ومنقول انه هيدا الفعل يلي عم نعمله اليوم عم نقاوم كل شيء، عم نقاوم الغلا، عم نقاوم ترك الشغل، عم نقاوم نص معاش، عم نقاوم اولادنا طلباتهم واحتياجاتهم. وين كنا سنه الماضي وين السنه أكيد. وين كنا عم نخطط أكيد. سنه الماضي وشو كان عنا اعراس وشو كان عنا ايفنتات بدنا وما منلحق، وين السنه كل واحد مضبضب ببيته وبعائلته يلي قادر انجع يطعميها وانجع عم بكفي معاشه، لانه مثل ما قلت اليوم السوبر ماركت والدكاكين عم تجلد هالناس وكانه هي مش من الناس. بقى الله يساعدنا ويطلع فينا كشعب لبناني، قطع عليه كتير وما بعرف ليش هالارض لا دم الشهداء رويتها ولا الاشخاص اللي استشهدوا على الجبهات لا دماء الجيش
يلي سقطت وخيره شبابنا للشباب يلي اخذوهم على سوريا وحن المعتقلات وبالسجون السوريه كفوا. ما بعرف شو بعد بدنا نعمل تهالبلد عن جد يكون بيستاهل انه نحن نستاهل نعيش فيه، لانه بعد عم يطلب كثير اشياء منا. ان شاء الله هالفتره هالغيمه السوداء تكون اخر غيمه تنقدر من بعدها نقلع. قبل ما نختم بدنا نعطي جرعة أمل للناس وللمشاهدين، شو بدنا نقول لهم؟ جرعة الأمل في أمل شر بالعمل، في أمل في إيه في أمل لا في أمل. ليك قد ما طول الوقت ما بقى مهم، بس الضوء جاي النور جاي خلاصنا جاي، لأنه نحن أرض قديسين هون يعني كمان ما بدنا ننسى. أوكي مؤامرة كبيرة وناس باعت ضمايرها على حسابنا، بس أنا كلني أمل، كلني أمل إنه بوجود أشخاص بعد عم بتحارب تتنشر وعي، بوجود أشخاص بعد عم بتحارب تتساعد. وانتبه اليوم أنت عم تشوفي على السوشيال ميديا قدي في ناس تجمعوا لوحدهم بس تيساعدوا، يمكن تيأمنوا ربطة خبز مش أكتر، بس إنه تهالعيلة ما تنام جوعانة. طالما في شخص واحد هيك بلبنان أنا بدل إيمان كبير إنه هيدا أزمة وبتعدي بتعدي. الله راد ويلي جاي بكرة أكيد رح يكون أحسن. تبعوا على حالكم، طلعوا حواليكم، طلعوا بقلبكم على جيرانكم، ساعدوهم قد ما فيكم، يمكن أهلكم بحاجة، يمكن أخواتكم، يمكن رفيقكم بالشغل، يمكن رفيقتكم بالمدرسة، كلنا رح نكون بحاجة إذا ما وقفنا حد بعضنا. اليوم أنا بكرة أنتو، لا سمح الله الأيام اللي جاية ما حدا بيعرف شو هي، بس عطول بدنا نقول إنه من بعد كل الليل ترجع بتشرق الشمس، وهيك رح يصير بلبنان الله راد. بدي أشكر كل يلي تابعونا لليوم، مرسي ليارا زكريا بيوتي سبيس ومحلات هاريس بلو. بكرة حلقة جديدة، إلى اللقاء.